متابعة مع ضيفي السيد ألداه يعقوب الخبير في الشؤون الأمريكية. سيد ألداه بعد التحية، يعني أريد أن أسألك في الخبر الأخير فيما ذكرته مجلة تايم الأمريكية، هناك 71 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس دعوا إلى وقف لإطلاق النار، وأكثر من 70 مجلس مدينة أمريكي يدعمون قرارات وقف إطلاق النار. هل يعتبر ذلك بالعدد الكبير في داخل السياسة الأمريكية الذي يستطيع أن يشكل ضغطا على الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض من أجل تغيير الدفة أو حتى إحداث أي حراك من ناحية الاستراتيجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الحرب على قطاع غزة؟ أهلا أستاذ كريم، لا شك أنه هذا هو نوع من الإرهاصات المأمول أن يكون فيها ضغط على إدارة بايدن العاجزة، إضافة إلى تصريحات إلهان عمر ورشيد طليب وغيرها من الأصوات التي تتناغى مع هذه الأصوات الديمقراطية الرافضة جدا للدعم الأمريكي للحرب التي تشنها إسرائيل على فلسطين، وخصوصا بعد المجزرة الأخيرة والمؤلمة جدا والتي كان لها صدى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه كان هنالك اعتراض من نواب محسوبين على الحزب الجمهوري على هذه النداءات التي خرجت من النواب الديمقراطيين. وبالتالي المشهد أستاذ كريم يشير إلى أنه لدينا للأسف إدارة خائرة القوى ولا تستطيع أن تتعامل مع هذا الملف الذي بدأ يقلق العالم ويقلق الشارع الأمريكي ويحول السياسيين الأمريكيين إلى فسطاطين، فسطاط مع فلسطين وفسطاط مع إسرائيل، ومشهد يؤكد أن شرخا كبيرا حدث مع الإدارة التي توصف حاليا بالبلهاء وبأنها إدارة من أضعف الإدارات الأمريكية التي تولت إدارة. ولكن سيد ألداه، يعني هذه الإدارة الضعيفة كما تشير إليها هي بحسب الكثير من المراقبين والمحللين هي التي تستطيع أن تمارس الضغط على إسرائيل، يعني شئنا أم أبينا الولايات المتحدة الأمريكية هي الفاعل الحقيقي والوحيد في مسألة الضغط على إسرائيل، إن كانت تستطيع أن تمارس الضغط من الناحية الاقتصادية بطريقة العقوبات أو بالتهديد حتى بسحب الدعم العسكري والسياسي، هل الضغط الداخلي على الإدارة الأمريكية يستطيع أن يغير الدفة، يستطيع أن يغير من استراتيجية البيت الأبيض واستراتيجية جو بايدن ويهدد انتخابات أو مسار الانتخابات بالنسبة لجو بايدن؟ يعني السؤال هنا، هل 71 عضو في الكونغرس وأكثر من 70 مجلس مدينة، هل هذا العدد كافي لممارسة الضغط؟ بشكل مباشر أستاذ كريم، هذا العدد غير كافي إطلاقا لإحداث أي تغيير على إدارة بايدن في مواقفها الحالية ضد العدوان على غزة. يحتاج الأمر إلى تحرك كبير جدا وإلى ضغط وإلى حشد داخل الكونغرس الأمريكي. حتى التصريحات التي خرجت من بايدن تؤكد من أنه الضغط لم يصل إلى مداه الذي نأمله. تحدث أنه المفاوضات مستمرة وأنه يأمل أن يكون هنالك حل مع بداية شهر رمضان، وكان الرجل يتحدث عن الاثنين الماضي ومن أنه بات متأكدا من أنه الاتفاق تم، ولكن ظهر وهو مرتبك، ظهرت تصريحاته غير مقنعة وغير مطمئنة بالمرة للشارع العربي والشارع الإسلامي ككل وللوسطاء في عملية التفاوض عندما قال بأنه حتى الآن لم يتمكن من أن يمسك بيديه أي نوع من التأكيدات على نجاح هذه المفاوضات، وسط أيضا صلب وتنكر من إسرائيل لأي قبول بالدخول في مفاوضات، حتى
الحديث أنها لن ترسل أي وفود إلى المفاوضات القادمة ما لم تتحدث وتعطي حماس أرقام عن الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة. وبالتالي الموقف الأمريكي هو موقف ضعيف جدا ولا يمت بأي حالة من الأحوال إلى أن يكون هنالك آمال تعلق عليه. أستاذ كريم،